مضغ العلكة الخالية من سكر المحلاة بواسطة زيليتول تقوي مينا الأسنان لأنها تشجع على إنتاج وتدفق اللعاب في الفم. يوجد للعاب دور هام عندما يتعلق الأمر بصحة الأسنان، فهو يزيد جزيئات الطعام ويغسل الفم، كما أن اللعاب مسؤول أيضا عن نقل المعادن إلى الأسنان. إذا أكلنا الأطعمة الحمضية التي يمكن أن تضر بمينا الأسنان، فيفضل بعد ذلك مضغ العلكة الخالية من السكر. فالعلكة تقوم بمحاربة تأثير الحموضة على الأسنان. شرب المياه والغرغرة بها في الفم يساعد أيضا على غسل الأسنان وتعزيز تدفق اللعاب والتقليل بذلك من الضرر على مينا الأسنان.